المبالغة هي الإفراط في تمثيل شيء ما، وقد اعتبر المبالغ أو المهول شخصية مألوفة في الحضارة الغربية منذ حديث أرسطو عن شخصية الأزون، إذ يعتبر الشخص المتباهي أن لديه ميزات واضحة في حين لا يمتلك هذه الميزات على الإطلاق أو يمتلكها بشكل أقل مما يدعي، والمبالغة نقيض التقليل أي التهوين. والغلو أو الحصر الجزئي وإلحاقه بالكلي هو استخدام المبالغة بشكل بلاغي أو بشكل خطابي في الشعر والخطابة، بحيث تثير مشاعر قوية وتخلق انطباعات قوية كشكل من الكلام، فإنه عادة لا يقصد به أن يؤخذ حرفية. فالمبالغة عند أهل العربية هي أن يدعي المتكلم بلغة وصف في الشدة أو الضعف حدا مستحيلا أو مستبعدا ليدل على أن الموصوف بالغ في ذلك الوصف إلى النهاية. ويجب علينا أن نحذر من المبالغة كل الحذر، فإن الثقة الزائدة تصبح غرورا، والمديح الزائد يصبح نفاقا، والتفاؤل الزائد يصبح سذاجة. قال شاكر عبد الحميد: الذين يملكون أفكارا غير واقعية أو اعتقادات عالية جدا خاصة بأنفسهم، أو يصنعون خططا تتسم بالمبالغة ولا تتناسب مع كفاءتهم، إن الحلم يعوضهم عن نقائص شخصياتهم وفقر واقعهم والحصار المضروب حول حريتهم في الحركة والحياة. وقال جلال الخوالدة: كما أن المبالغة في المنع تبدأ اعتدالا وتنتهي تشددا، فإن الإفراط في الترخيص يمسي اعتدالا ويصبح تسيبا وانفلاتا. كما أن المبالغة في المنع تبدأ اعتدالا وتنتهي تشددا، فإن الإفراط في الترخيص يمسي اعتدالا ويصبح تسيبا وانفلاتا. وهنالك مفردة أخرى بمعنى المبالغة، ألا وهي الغلو، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم الغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا الدماء واستحلوا المحارم. وأيضا التنطع، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أقواما يتعمقون في الدين يرمقون منه كما يمرق السهم من الرمية. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من الغلو على وجه العموم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين.